ما حكم صلاة الطفلة دون خمار؟ وانا يسوق ده سوق ده لم تبين تبي بيقول هي كده بوسقو أبودا الحال يا وان وانا تسمي كم تبلود منها تيول بكده هي بيجنا بتي بتباليك تمر انا لك الحمد لله بيعرف نجلي بين واندي البنتي بيقول هم بتبالك أهم بوستي بيني حماري تيا بالودا منغا ارا بوسا بومنغا يلهم بابي افوي دوين نم نبي ام عليه الصلاه والسلام حديث تكرين نبي ام عليه الصلاه والسلام يدي بو ارون نم بالي ار بوسو هاي سا بوسو بارم بي دي بالي كدال لم تياني بو فول هون لوتا منغا يان امينغا زان فاجيلي تي وان دي بومنين هن توغوندي وليغي توندو تي بارنين هم باتا حيض فحديث لم تم لا يقبل الله الصلاه حائض الا بخمار فان حديث ان لم يقول كنت بارنين مهم بتا حيض نيابو نبي كي نبي بول يبي بول كيتغا اي بي بول نين هم بيد بالك دون لا حرج عليها في الصلاه اد يل بابي افوز ابو تحوت رم بوس بغير خمار بتا بلود منا ولا دين هسال غتوي ولكن كونها تصلي بالخمار الا بارا هي بكيتغا par hier bi poule hier bi poule ki tax na pouce ni woy ne vol na lude me nga zang fa ji la ya awla wa akmal ani la bum ni nga somne yi wa tir yi di pidivu ne tour ba man gar way nge ti sammi kam te bi pou ni nga ida kanat bintu 70 aw akthar ti hammi kam te bi poule yum ni nga hanta yuma yo pe ma yi da yuma yo pe amma man duna sab'a amma bi pou ni nga pata yuma yo pe من الذكور والإناث زمتي أوروبا ما كون بولي فليس من أهل الصلاة أدين يغلب من مينغا فوسو باتي لنبي لنبي ما عليه الصلاة والسلام هي لي مروا أولادكم بالصلاة تي سغلغي كما نبوسو تبيا كم هنزم هيوما يوبي واضربوهم عليها لعشر لي بابا بوسو ينغا تبسان واتغنتا يوم بي بيغ لي لبن ويلغبا أفغانسان يتابا وانا لا مرة ليكري سوى قدها سوى قبوم نينغوا